حسب ما في بالي انا يحبوا يحصروا معناها عدد السكان في تونس، خاطر اللي في بالي انا كل 5 سنين ولا هي 10 سنين حاجه كما كاية يبدو يحصروا العباد باش يعرفوا قداش البلاد فيها من نسمه معناها في بطنية. هذا هو في بالي في البرنامج نتاع عدد السكان. برشا امور مثلا امور اقتصاديه مثلا باش يعرفوا العباد شي يستهلك المواطن، برشا امور تصور هكا انا معناها امور معناها يحبوا مثلا في الصحه باش يعرفوا قداش عندهم مثلا على امراض على كذا، برشا امور نتصور داخله فيها برشا امور. يحبوا يحصروا النسمه، يحبوا يحصروا النسمه النسبه نتاع العباد، خاطر في 3 سنين هذوما نقصت برشا عباد خرجت لبرا وتزادت برشا عباد. كما عندي فكره انا فما برشا ليبيين هنا لا يجيو، اما انا مانيش حاضر في الدار. الدار عطاهم معلومات صحيحه اللي فما في الدار وكا. طيب العظيم عندي حتى فكره بالنسبه لي انا، نشوف تعداد سكني وكراها بالدور والدنيا والمجتمع ومش فاهم علاش بالضبط وفي الوقت هذا بالذات. مش عارف يحب يشوف التوانسه قد ايه ولا مش عارفين هم نعطيهم معلومات صحيحه. فما حتى مرحبا به. انا مش نفهمها هذا ساعات شيء علاش يعني معناها يحسبوا العباد علاش يحسبوا فينا حتى واحد ما يعطي صحيح. تونس كامله تكذب على بعض. شوف البلاد شنو اللي تزاد منها في الشعاب وباش يعرفوا ميزانيه الناس وعيشتهم وحياتهم. ملا الانسان يعيش كاك على الهامش طبيعه نعطي صحيح. خاطر الانسان هي شنو كنا نبعدوا من الصدق ما نوصلوش. والله انا نقول بالنسبه لعلاش علاش ما عملوش قبل عدد السكني، خاطر عدد السكني هذه انا نقول لك هذه العمله تتم فيها شويه تزويد في الانتخابات. ما نعطيهمش الصحيح. ما نعطيهمش. نهار تتم فيه توقع انتخابات رسميه. تتم فيه ولا ثم رئيس دوله موجود رسمي وقت نعطي الصحيح. خاصه خاطر قبل معناها كانوا لي ستاتيستيك اللي مبنيه عليهم يعني كل شيء في البلاد اقتصاد وكل شيء كان غلط يعني خاصه كان مزور ما نعرفش يعني دونك ما نجموش نعيشوا بلي ستاتيستيك غالطين فوالا دونك لازم نعاودوا من جديد. اون برانسيب يلزم نعطيهم الصحيح معناها علاش باش نعطيهم غلط؟ معناها ما يفيدناش حتى شيء يعني اللي نحل مشكله تولي تونس كامله دونك يلزم نعطيهم الصحيح معناها ونفقوا بهم. والله ما نعرفش انا كل شيء معناها نعرفش انا معناها لازم ما نعرفش في الوقت هذايا كي ما نعرفش علاش في الوقت هذايا لازم من كل عام معناتها نعرفوا الستاتيستيك نتاعنا كيفاش راك تشوف معناتها في العباد وليت فوق بعضها وبرشا كراهب وبرشا فوضى لازم يعملوا حساباتهم وينقصوا بيان سور علاش غلطوهم الحب وكل شيء يطلع صحيح. شوفوا عدد السكان اون برانسيب. والله انا اللي جاتني بنت اختي يعني مني فيا. Je ne sais pas, je ne peux pas te répondre. Ama, si ça pourrait servir pour voir شنو هو النيفو دو في تاعو نتاع تونس، ممكن نمشي نعاونهم pour voir ما شنو اللي ناقص شنو اللي زايد. Probablement. Bien sûr, نعطيهم المعلومات تاعها، فماش علاش باش نخبي معناتها ليهم باش نعطي اللي موجود احنا قداش، هذاك هو النيفو دو في نتاعنا. نتصور الوقت هذا يخطروه بالعاني تو سامبلومون باش سي بالعاني باش يتسلفوا باش يعطيو نيفو دو في اللي هو نيفو دو في طايح للاخر وباش لوروب وتو سكي معناها باش يعاونوا تونس كوا معناها فهمت باش راهو النيفو دو في نتاعنا راهو تعب ومهلهل اخويا عاونونا توكو وكا. بالنسبه لي يعني نعطيهم الصحاح ما عنديش حتى مشكل معناها فهمت عادي للاخر ما عندي علاش نخبي. اي هو نورمالمون فما برشا عباد ضد معناتها ضد انهم يعملوه توا ماذا بهم العام الجاي، اما هما انا توا راها توا كي عملوها توا على خاطر باش كي تجي الحكومه الجاي يلقاو كل شيء المعطيات الكل عندهم باش تبدا ديريك تخدم في صحيح تعرف شنو تعمل وشنو ما تعملش. بحضينا فرحنا بهم وفرحوا بينا سالونا جاوبناهم على كل شيء. معناتها عطيتهم الصحيح اللي دوني صحاح. صحيح بيان سور فماش علاش ما يعطيش اللي دوني صحاح. بالنسبة لتعداد السكن نشوف اللي الوقت نتاعو يعني خدم عنده بريود في ظروف غامضة الريكروتمون صار بطريقة غامضة ما فماش حتى معطيات يعني فيما يخص الريكروتمون في بالي نعتقد انه مش نصور عنده في عنده خلفية معناها سياسية ولا معناها عنده توجهات سياسية في علاقة بالإنه معناها بالاتصال بالناس بون في كي يجيو مش عارفين معطيات بيان سور مش عارفين معطيات اما معناها
حسب ما نعتقد وحتى معناه المواقف السياسية في تونس تعتبر أنه معناه تعداد السكاني أكثر ما عندوش فهمتني معناه معناه أبعاد وطنية أكثر منه معناه توجهات سياسية في علاقة بالتعيينات مش واضحة وفي علاقة بالهدف متاعه أنه معناه نتصور تكون معناه مربوطة بالانتخابات ولا حاجة كيف كيف طبيعة علاش نغلط فيها؟ علاش نغلط فيها؟ أعطيهم معلومة صحيحة إذا خبيت عليه شو إذا أعطيتهم فما فايدة مدام عاملينها كيف فما فايدة ولا؟